السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نهضر لكم على الفوز التاريخي للمنتخب المغربي ديال السيدات خاص في كأس العالم أستراليا 2023. إذا مبروك علينا الفوز المنتخب المغربي على كوريا الجنوبية 1-0. لعليكم وتبعوا هذا الفيديو من البداية للنهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ومبروك علينا ألف 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 مبروك المغاربة من طنجة إلى القويرة العزيزة. غادي نكتشفوا لكم مزيد إن شاء الله على هذه المباراة التاريخية وهذه المباراة رائعة جدا. وديما مغربة خوتي صراحة فرحنا بزاف، تفرجنا في المباراة ديال المنتخب المغربي أمام كوريا الجنوبية من البداية إلى النهاية، استمتعنا تمتعنا حاجة رائعة جدا، هو دخول تاريخ من جديد. أول فريق في العرب كيفوز خاص في كأس العالم في أستراليا. إذا المنتخب المغربي فاز على كوريا الجنوبية 1-0، 3 نقاط. غادي نهضروا لكم على هذه المجموعة ديال المنتخب المغربي، المغرب، كوريا الجنوبية، ألمانيا، كولومبيا. إذا فوز المنتخب المغربي على كوريا الجنوبية، الفوز كولومبيا على ألمانيا اللي ما كناش كننتظروا بأنهم كولومبيا غادي تفوز على ألمانيا. إذا المجموعة في الصدارة هي كولومبيا 3 نقاط، ألمانيا 3 نقاط، المغرب، كوريا الجنوبية لا شيء ولا نقطة. باش نكونوا واقعيين، إذا الحاجة اللي مهمة بزاف هو الفوز المنتخب المغربي على كوريا الجنوبية. المباراة الأولى أمام ألمانيا الخسارة بالسداسية، إذا عطات واحد الحزن خاص للمغاربة واحد الشيء. وديجا درنا لكم لايف ودرنا لكم بأنه راه المغرب ممكن ينتصر على كوريا الجنوبية، ينتصر على كولومبيا ولا التعادل، وممكن المغرب يتهد إلى الثمن النهائي ديال كأس العالم. إذا حاليا المجموعة صعبة جدا، إذا القضية صعبة، لو كنت تعادل بين كولومبيا ألمانيا غادي تكون القضية سهلة. كولومبيا 6 نقاط، ألمانيا 3 نقاط، المغرب 3 نقاط. إذا المباراة الأخيرة بين المغرب وكولومبيا، إلى فاز المغرب على كولومبيا تولى عندها 6 نقاط، إلى فاز ألمانيا على كوريا الجنوبية تولى عندها 6 نقاط، وكولومبيا 6 نقاط، إذا 6 نقاط 6-6. مشكلة هذه. ما هو الحل؟ الحل هو الفوز على كولومبيا والتعادل مع ألمانيا مع كوريا الجنوبية، ولا السيناريو اللي كيتمناو المغاربة، الفوز كوريا الجنوبية على ألمانيا وتولي ألمانيا عندها 3 نقاط والمغرب غير تعادل يقدر يتأهل. ولكن النتيجة ديال كوريا الجنوبية خصها تكون سلبية خاص ديال على ألمانيا. إذا يكون خير إن شاء الله بحول الله. إذا نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. هذا الموعد ديال المباراة ديال المنتخب المغربي أمام كولومبيا غادي تلعب إن شاء الله نهار الخميس 3/8 2023، نهار الخميس توقيت المباراة مع 11 إن شاء الله بحول الله. إذا المغاربة غادي يرجعوا بالآلاف بالملايين باش يشجعوا هذا الفريق ديال النسوي، هذا الفريق ديال السيدات. المغربيات كنرفع عليهم قبعة على حسب التشجيع ديالهم والانتصار على كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية فريق قوي، عنده تجربة، عنده فريق ماشي سهل. ولكن ما هو السر الناجح؟ السر الناجح هو التغييرات خاص في المنتخب المغربي والتكتيك ديال المدرب. انا رايي التكتيك ديال المدرب والطريقه باش دخلت المنتخب المغربي العباد به، وهما داروا النيه، ربما داروا النيه وجاب الله التيسير. اذا المنتخب المغربي ديال السيدات عرف كيفاش ينتصر، وكنا غادي نسجلوا 4 الاهداف ولا 5 الاهداف على كوريا الجنوبيه. اذا الخدمه اللي دارت المنتخب المغربي، المدرب، الطاقم التقني ديال المنتخب المغربي، ديال النسوي، ديال السيدات، اشتغلوا ووجدوا الفريق امام كوريا الجنوبيه. اذا القضيه صعبه جدا امام كولومبيا، انتصار كولومبيا على كوريا الجنوبيه،
انتصار على المانيا. اش واقع لالمانيا؟ اذا حنا كنا كنقولوا بانه المانيا هي اللي قويه خاصه في هذه المجموعه، ولكن اكتشفنا المانيا خسرت امام كولومبيا. وزعما كولومبيا صعيبه احسن من المانيا؟ ولا المانيا شنو واقع لهم؟ ولا كانوا فازوا بالسداسي على المغرب؟ قالوا لك حنا لا واعرين صافي ننتصروا على اي فريق. يقدر يكون هذا الشيء. واش كولومبيا اشتغلوا ووجدوا فريق قوي خاص للمباراه ديال المانيا؟ اشنو واقع؟ كوريا الجنوبيه خسرت المباراه الاولى والثانيه وودعت البطوله ديال كاس العالم ديال السيدات في استراليا 2023. اشنو واقع؟ اذا كره القدم كتخدم بالخدمه. اذا ممكن 3 ايام 4 ايام تلقى الناس كتشتغل كتخدم، يعني باش نكون واضحين. اذا المنتخب المغربي دخل التاريخ. اذا ثلاثه نقاط رائع جدا، اول فريق في المغرب العربي كيشارك في كاس العالم ديال الانديه ديال كاس العالم استراليا، وفي نفس الوقت المنتخب المغربي الى انتصر على كوريا الجنوبيه حيت لعبوا حيت خدموا. باش نكون واضحين كتبقى بواحد الخدمه. اذا دائما الفريق الا كان خدموا وتقاتلوا راه غادي ينجحوا. دائما خدمتي تنجح، ما خدمتيش راه ما غاديش تنجح. باش نكون واضحين نعطيكم مثال، واحد كيقرا وعنده الامتحان ما حافظ حتى شي حاجه راه مستحيل يجاوب على الامتحان. اذا كاين فرق كبير. اذا دائما الخدمه هي النجاح، الخدمه النجاح، الخدمه النجاح. اذا المنتخب المغربي الا خدموا وتقاتلوا وفي نفس الوقت التشكيله اللي لعبنا امام كوريا الجنوبيه يطبقها المدرب خاص في المباراه ديال كولومبيا يقدر غادي ننتصروا على كولومبيا. اذا حنا ما عندنا ما نخسروا في نفس الوقت هذا كاس العالم الا الشرف فقط، وحنا دخلنا التاريخ الفوز على كوريا الجنوبيه. وفي نفس الوقت كما قلت لكم سبحان الله قلت لكم بانه كاس العالم 2014 خاص شفنا المباراه ديال الجزائر الاولى خسروا امام بلجيكا وانتصروا على كوريا الجنوبيه، انتصروا بالرباعيه ومن بعد التعادل مع روسيا وتهلوا الى الثمن النهائي ديال كاس العالم ولعبوا مع المانيا. اذا نتمنى ان شاء الله، ولكن السيناريو صعب جدا كنتمنوا. اذا القضية صعبة جدا حيت دابا المجموعة كولومبيا غتلعب غير على التعادل، غادي تتهان تعادل كافية غادي تتهان. إذا كولومبيا ربما خسرت تولي عندها 6 نقاط، واللي المغرب عنده 6 نقاط، وتنتصر ألمانيا 6 نقاط الحسابات. إذا ألمانيا سجلت الأهداف كثيرة على المغرب، يقدر ألمانيا تولي في المركز الثاني وتتهان كولومبيا وألمانيا. إذا القضية صعبة جدا. لو كانت النتيجة تعادل بين كولومبيا، المباراة اللي تلعبت اليوم بين كولومبيا وألمانيا كانت تعادل، هتولي ألمانيا عندها 4 نقاط وكولومبيا 4 نقاط، وتولي المغرب في المركز الثالث 3 نقاط، والحسم غادي يكون في المباراة الأخيرة. إذا غير الحسم هو في المباراة الأخيرة، ولكن القضية صعبة جدا صعبة جدا على حسب 6 نقاط، 6 نقاط في كولومبيا، 6 نقاط ربما عند كوريا الجنوبيه، الى انتصرت المغرب 6 نقاط. اذا الحسابات صعبه جدا، ولكن كلشي ممكن، وان شاء الله يدير الله شي تيوم ديال الخير ان شاء الله بحول الله. ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. مبروك علينا، اذا احتفالات رائعه جدا في المنازل ديال المغاربه، احتفالات خاص في المواقع الاجتماعيه، واحد البلبله كبيره جدا على هذا المنتخب الرائع جدا ديال السيدات المغربيات اللي رفعوا قبعه، رفعوا الرايه المغربيه خاص في استراليا كاس العالم استراليا، اللي عطى واحد الحاجه زوينه خاص بزاف للشرف للمغرب. اذا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. قبل ما نساليو الفيديو نرفعوا الرايه المغربيه. مبروك علينا الف 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 مبروك علينا الف 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 مبروك للمغاربه، ونتمنى ان شاء الله الفوز على كولومبيا ان شاء الله بحول الله، والتاهل الى الثمن النهائي كاس العالم استراليا خاص 2023. اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. تحياتي.